لنتكلم قليلا. صباح الخير. هل تعرف أنك فريد أو فريدة؟ لا يوجد أحد مثلك، ربما يوجد أحد يشبهك، لكن مثلك لا يوجد أحد في العالم. والديك أعطوك الحياة، والآن عندك جسم وأفكار. في هذا البلد القانون يقول أن جسمك ملكك. لك حقوق، هناك قواعد تقول ما هو ممكن وغير ممكن فعله لشخص ما. الضرب لا، لك الحق ألا يعتدى عليك، وعليك واجب ألا تعتدي. لمصلحة صحتك في بعض المرات تقاسي تجارب غير مرغوب فيها في جسمك، مثل عملية التلقيح، شيء ما مؤلمة لكن تحميك من بعض الأمراض لأعوام كثيرة. إذن عندما لا ترتاح لشيء ما، اسأل دائما هل ينصح به النظام. لك الحق أن تعرف لماذا هذه الأشياء تقع، لا أحد يمكنه لمسك إذا لا تريدين. بالإضافة إلى ذلك، القبولات شيء جميل، لكن إن كنت أنت لا تريدينها لك الحق بأن تقولي لا. لا أحد يمكنه أن يقرر في جسمك إن لم توافقي، حتى ولا أن يقبلك. لك الحق بأن تحترمي. إذا أحد عمل لك شيء لا تريدينه، يوجدون أشخاص يمكن الاتجاه لهم، يمكنهم مساعدتك، الأب، الأم، المعلم، والوسيطة الثقافية. يمكنك اللجوء إلى الطبيب، طبيبة، الشرطي، الدرك. يمكنك إبداء رأيك دون خوف. هناك أرقام هاتفية يمكنك الاتصال بها لطلب المساعدة. 114 طوارئ الطفولة، العمالة ضد العنف المنزلي، 0458673411. عليك واجبات. يجب احترام والديك حتى 18 سنة. أنت قاصرة، وأنت محتاجة لموافقة وإذن والديك لفعل بعض الأشياء. ثقافتهم، تقاليدهم، ولغتهم. كل الثقافات، كل التقاليد، وجميع اللغات مهمة، لأنهم يساعدون في تكوين عالمنا. إلى اللقاء.